حسب توجيهات السيد محافظ نينوى الأستاذ نجم عبد الله الجبوري ونيابة عن محافظة نينوى وكمدير ماء محافظة نينوى، تم افتتاح مشروع ماء صالح للشرب لأهالي ناحية القيروان بحضور السيد مدير الشرطة العميد الركن صلاح، وكذلك وجود مدير منظمة اليو ان دي في المنطقة الشمالية مستر عراك، وكذلك الأستاذ وسام الممثل عن المنظمة. هذا المشروع حقيقة مشروع رائع، ونشكر الشركة المنفذة لهذا المشروع، كذلك نشكر جهود العاملين والموظفين كافة من لجنة الإشراف المتمثلة مديرية ماء نينوى ولجنة الإشراف من منظمة اليو ان دي بي. وهذا المشروع يتكون من ثلاث محطات لمعالجة المياه بشكل كامل، حيث أن نقاوة وجودة المياه 100%، أحدث الأجهزة العالمية ضمن المواصفات العالمية آيزو، هذه الأجهزة تعمل، حيث يتم استخراج الماء الخام ومعالجته في الموقع عبر محطة تنقية متكاملة RO، ويتم بعد ذلك نقلها إلى خزانات سعة كل خزان 75 مكعب، أي مجموع 150 مكعب في كل محطة. حقيقة بعد ذلك نقوم بنقل المياه من هذه الخزانات بواسطة السيارات الحوضية المجهزة من قبل مديرية ماء نينوى، وعددها 10 سيارات حوضية. إن شاء الله مديرية ماء نينوى ضمن أولوياتها وحسب توجيهات السيد محافظ نينوى عمل مستمر في خدمة أهالي المنطقة الغربية، لأن معاناتهم أكثر معاناة من كل المناطق، وصعوبة الحصول على مصادر المياه، لأن لا يوجد هنا مصادر ماء سوى الآبار الارتوازية. باسم قبيلة البومتيوت وعلى رأسها الشيخ عبد الموجود جار الله العيسى، نشكر منظمة يو ان دي بي لقيامها بهذا المشروع المهم الحيوي، حيث أن الماء كان قبل هذه الفترة ماء غير صالح للشرب في الناحية، وأن الأهالي عندما عادوا من النزوح لم يجدوا مأوى ولم يجدوا ماء للاستفادة منه الشرب. وقامت هذه المنظمة مشكورة بحفر ثلاث آبار، ستة آبار ارتوازية، كل بئران واحد يغذي الثاني، واليوم لمسنا أن الماء صالح للشرب. ونشكر السيد معز محمد قنبر والسادة المهندسين، ونجدد شكرنا مرة أخرى للمنظمة يو ان دي بي.